قبل ما نبدأ الفيلم صلى على النبي، بيبدأ فيلمنا برسام فاشل وعاطل عن العمل اسمه سوزوكي، وفي يوم قاعد مع أصدقائه في المكتب بيسمع خبر إن في كلب عض بنت بسبب الجوع. يانج اتريق على سوزوكي وقال له بعد الخبر ده زاد احترامي ليك عشان لما بتجوع مش بتعضنا، وكلهم بيموتوا من الضحك عليه. في الوقت ده المذيعة صححت الخبر وقالت إن البنت هي اللي عضت الكلب مش العكس، وهنا بدأوا يشكوا إن في حاجة غلط بتحصل. سوزوكي قال ليانج عرفت بقى إن الكلب مظلوم، أنا هقوم أمشي لتعضني. وبيوصل البيت بيلاقي زوجته كيت وبتكون متضايقة منه لانه عاطل عن العمل، وبيطلع بندقية الصيد بتاعته يبص عليها، وكيت بتتخانق معاه عشان يبيع البندقية ويدفع ايجار البيت. قال لها لو بعتها هقتلك ازاي، قصدي هقتل اي حد يتعرض لك ازاي. وخد الرسومات بتاعته عشان يبيعها لمجلة مشهورة، لكن للأسف مش بتعجبهم. وبالصدفة بيقابل صديق قديم اسمه جانج، ومع ان جانج كان طالب فاشل في المعهد لكنه اشتغل في المجلة دي. وسوزوكي يا عيني الدنيا دايسة على وشه وحياته بايظة. وبيوصل البيت بيلاقي زوجته بتشيل حاجته عشان تولع فيها، وقالت له قلت لك 1000 مرة الرسم مش بياكل عيش، انت تشوف لك توك توك تشتغل عليه. وبتطرده من الشقة وبتقفل على نفسها. قال لها انت كده هتخليني اقلب على الوش التاني واتعامل معاك بطريقة وحشة. قالت له هتعمل ايه يعني؟ هعمل ايه؟ طب والله لا داعي عليك، يلا بقى. وبيقضي الليل كله في الشارع ونفسيته تعبانة ومش عارف هيتصرف ازاي، وبيلاحظ ان في شخص قاعد جنبه بيعمل حركات غريبة لكنه مش بيهتم. وتاني يوم بيقعد مع اصدقائه في المكتب وبيسمعوا المذيعة بتتكلم عن فيروس جديد اعراضه زي الانفلونزا. وبعد شويه صديقتهم بتحس بتعب وبتمشي، وسوزوكي من التعب بينام مكانه على المكتب لحد بالليل. وبيصحى على اتصال من زوجته وحاولت تلطف الجو معاه عشان يرجع البيت. وفعلا تاني يوم بيوصل وبيخبط عليها لكنها مش بتفتح، وبيبص من فتحه الباب بيتفاجئ انها بتعمل حركات غريبه، وبيفهم انها مش في وعيها وبتمشي على ايديها ورجليها، وفجاه بتفتح الباب وبتهجم عليه. قال لها في ايه يا وليه، ده كله عشان الايجار. وبيحاول دخلها الشقة وهي بتحاول تعضه لكنها بتعض الباب واسنانها كلها بتقع على الارض. وسوزوكي يا عيني مصدوم ومش فاهم ايه اللي بيحصل. قالت له انت لسه شفت حاجة؟ خش جوه حبيبي. والمشكلة انها بتهجم عليه وبتعضه من ايده، فبيزقها على حديدة وبتموت بسببها. وبياخد بندقيته وبيلم حاجته كلها وبيمشي. وفي الطريق بيقابل واحدة مصابة وبتنزف، وبيشوف كمان طيارات الجيش في كل مكان، فبيخاف اكتر ما هو خايف. وبيوصل للمكتب اللي بيتجمع فيه مع اصدقائه، وبيتفاجئ ان غرقان دم، فبيدخل بهدوء عشان يفهم ايه اللي بيحصل. فبيظهر شخص مصاب بالفيروس وفي بطنه سكينه، فبيتخض وبيخاف. ويانج بيخبطه بالشومة على دماغه بيطبقها. قال له عاجبك المنظر ده؟ البس نظاره انا ازاي بقى كده؟ فبيكمل عليه وبيموته. سوزوكي قال له ايه اللي بيحصل في العالم؟ دي علامات يوم القيامه ولا ايه؟ قال له ان ده فيروس بينتقل عن طريق الدم. فبيبص على عضه زوجته، ومن حسن حظه ان اسنانها وقعت قبل ما تعضه. واثناء ما بيتكلم مع يانج بيتفاجئ ان في جرح في رجله، وفعلا بدا يتحول زومبي لكن بيموت نفسه قبل ما يتحول. وسوزوكي بيخلع من المكان وبيلاقي الزومبي في كل مكان في المدينه، وبيشوف ضابط قدامه فبيطلب منه المساعده، لكن بيتفاجئ ان زومبي هو كمان، فقال له تعالى في حضن حبيبي. فبتيجي عربيه وبتموته، وسوزوكي بيجري زي المجنون وسط الناس. وبالصدفه حادثه بتحصل قدامه، قال لهم حد يكلم الاسعاف يا جماعه. وبتوصل الاسعاف ويا ريتها ما وصلت. وبعد شويه بيلاقي سواق تاكسي نايم، قال له اصحى يا حاج صباح الفل البلد بتولع. واثناء ما بيفتح الباب بتيجي بنت اسمها تيكو وبتطلب منه المساعدة. في اللحظة دي بيشوفوا زومبي باصص عليهم، بس تقريبا كده معاه مكالمة مهمة ومش فاضي يهجم عليهم. وبيجي شخص يركب معاهم وبيخلعوا كلهم من المكان. وبيكتشف سوزوكي ان الشخص ده مسؤول مهم في الدولة، وبيسأله الساعة كام، فبيبص في الساعة وقال له الساعة 6. قال له ستك قرع، ايه اللي عمل فيك كده؟ وجسمه بدأ يتحول وعينيه بدأت تنزل دم. قال لهم عايز منديل، والسواق يا عيني مش واخد باله انه اتحول زومبي وقال له اتفضل، لكنه بيعض الايد اللي اتمدت له. بيهجم على سوزوكي لكنه بيتخلص منه، وبتيجي عربيه تساويه بالاسفلت. وبعد شويه السواق بدا يتحول وبيسوق باقصى سرعه، وسوزوكي بيتصرف وبيشد تيكو جنبه عشان يحميها، وبيحاول يعضهم لكن حزام الامان بيمنعه، وفجاه بيعملوا حادثه بالعربيه. بعد شويه بيفوق هو وتيكو وبيكونوا كويسين، وبيفتحوا النت يشوفوا معلومات عن الفيروس، وبيكتشفوا انه بيموت في الاماكن العاليه جدا، وبيكون جبل فوجي قدامهم، فبيبداوا يتحركوا في اتجاهه. وفي الطريق بيقابلوا بيت فاضي، فبيدخلوا يقضوا الليل فيه، وبيتعرفوا وبيقول لها ان اسمه سوزوكي ومعناه في اللغه البطل. قال
قالت له انت بطل فعلا لانك انقذتني. قال لها مفيش بطل غيرك عسل انت عسل. وبيناموا مكانهم لحد تاني يوم، وبالصدفه بيشوف عضه في رقبتها فبيتصدم وبيبعد عنها وبيسالها عن العضه. قالت له طفل عضني من يومين بس ما حصلليش اي حاجه، وعيطت وقالت له عايز تموتني موتني. فطمنها وقال لها مش هسيبك، حتى لو اتحولت زومبي هتحول معاكي. وبعد شويه طلعوا يامنوا المكان، لكن تيكو سبقته. قال لها يا مجنونه بغير عليكي، خليكي ورايا. قالت له يا مجنون بعشق جنونك. وبعد شويه بدات تحس بالتعب وقعدت مكانها، وفجاه بدات تتحول زومبي. قال لها انسي كل اللي قلتهولك، وسابها وجري. وبالصدفه بيقابل عامل وبيطلب منه المساعده. قال له بس كده؟ عينيا الاثنين. قال له انت هتحور، انت عندك عين واحده بس. وهجم عليه وحاول يعضه، لكن تيكو بتوصل وبتنقذه في اخر لحظه، وبتكون ما اتحولتش بشكل كامل ولسه في جسمها جزء سليم. وبيفضلوا ماشيين في الغابه، وتيكو ما اتكلمتش ولا كلمه، ولما بتنام بيشيلها وبيمشي بيها. وفي الطريق بيقابل عربيه تسوق، فبيشغل دماغه وبيحط تيكو فيها، وبيوصلوا لمول كبير ما فيهوش اي حد، وبيعجبه جاكيت غالي وبيلبسه. لكن بيتفاجئ بصاحب المحل بيقول له الجاكيت هياكل منك حته، بس انا هاكل الحته الثانيه. وبيهجم عليه وبيحاول يعضه من الحته الطريه. قال له ده انا اتحول زومبي بشرفي احسن من انك تعضني منها. في الوقت ده بيوصل شخص وبيقتل الزومبي، وبتكون بنت اسمها سو، وبيكون معاها مجموعه شباب بيحاربوا الزومبي. وبيسالوا سوزوكي عن تيكو، فبيقول لهم انها نايمه، وطبعا بيفهموا انها مش مصابه لان مفيش زومبي بينام. وبعدين بيربط عينيها المصابه عشان لما تصحى ما يشكوش انها زومبي. المهم بيقتلوا اكبر عدد من الزومبي، وبيساعدهم مجموعه ستات واقفين على مبنى عالي، وكانوا بيعملوا صوت عشان الزومبي يتجه ناحيتهم، والشباب بيستغلوا انشغال الزومبي وبيخلعوا من المكان. وسوزوكي عيني شايل كيتو على كتفه ومش عايز يسيبها، وبيوصل مع الشباب فوق سطح المول، وبيكون في مجموعه ناس عايشين هنا، وبيرحب بيه سانغ قائد المجموعه، وقال له المكان هنا امان لان في اكل وشرب وكل اللي هتحتاجه. وبالليل سولا انقذته بتتعرف عليه وبتساله هي تيكو بنتك ولا ايه، فبيقول لها انه قابلها صدفه وهربوا مع بعض. فبتعجب بيه وبتقول له انه شجاع لانه ما تخلاش عنها. وتاني يوم بيقف مع شخص اسمه ليو، وقال له ان الزومبي مش بينسى الماضي بتاعه، يعني عندك الزومبي ده مثلا بينط وبينزل على دماغه، اكيد ده مدرب سباحه، والست اللي هناك دي زوجتي. وبتحاول تفتح الباب لانها كانت بتحب تتسوق، بس الحمد لله اتحولت زومبي. سوزوكي قال له واللي ماشيه زي العنكبوت دي ايه نظامها؟ قال له مش عارف والله، ما بحبش اتكلم عن حد مش موجود. وبعد شويه سانغ بيجمع الشباب وبيوريهم خريطه للمول، وبيوصف لهم مكان مخزن الاكل لان الاكل اللي معاهم هيخلص خلال يومين، وبيطلب من سوزوكي البندقيه بتاعته، لكن سوزوكي رفض. فبيتعصب وبيقول له لو خايف على البنت اللي معاك هات السلاح. في الوقت ده بيروح للبنت مجموعه تانيه مع قائدهم جانج عشان ياخدوا تيكو. سوزوكي بيسمع صوت دوشه فبيهرب منهم وبيحاول ينقذها، لكن تيكو بتستخدم قوتها وبتخلص على عدد منهم، والقماشه بتقع من على عينيها وبيعرفوا انها زومبي. في اللحظه دي سانغ بيضربها سهم في دماغها وبتقع وبتموت، وبيتلموا على سوزوكي وبيضربوه وبياخدوا منه السلاح، لكن المجموعتين بيقلبوا على بعض وبياخدوا من سانغ السلاح. وجانج بيهدده وبيقول له من اللحظه دي انا الزعيم. قال له وماله زعيم زعيم، وبيفكر في طريقه ينتقم بيها. بعد شويه سوزوكي بيقابل سو وبتقول له ان تيكو لسه عايشه، وده لان نصها انسان والنص التاني زومبي. وبعد شويه بيتحركوا في اتجاه المول عشان ينقلوا كميه اكل، وبياخدوا سوزوكي معاهم. واول ما بيوصلوا للمخزن النور بيشتغل لوحده، ودي في حد ذاتها مشكله لان الزومبي هيشوفهم. وبعد شويه بتشتغل مزيكا عاليه، وبسبب كده الزومبي بيتلم عليهم وبيقتل فيهم. والمفاجاه ان سانغ هو اللي عمل كده عشان ينتقم منهم، لكن سوزوكي بيدخل دولاب وبيقفل على نفسه. المشكله ان كل الزومبي الموجود في المكان بيسمع المزيكا وبيدخل المول، لكن ابو دماغ مطبقه بيدخل المول بطريقه مختلفه، بيجري باقصى سرعه وبينط نطه عاليه وبيدخل من السطح وبيقتل كل الناس السليمه، لكن سو بتكون مستخبيه مع تيكو وبتقول في اللاسلكي ان الزومبي اقتحم السطح. وطبعا سوزوكي اول ما بيسمعها بيتجنن وبيقول لها انه جاي ينقذهم، وبيلاقي البندقيه بتاعته فبياخدها. وسو بتاخد تيكو وبتنزل لان السطح كله زومبي، وبتفضل ماشيه لحد ما بتوصل له، وبيلاقي جانج كمان جاي عليه وبيقول لهم انه سليم. وبعد شويه ليو بيجي وبيكون وراه جيش من الزومبي. المشكله انهم بيتزنقوا في النص ولازم يواجهوا الزومبي والا هيموتوا. Remember you. Push the new one. Rise, rise. They will
وبالفعل بيقتلهم كلهم وبيكون هم اخر 3 باقيين. في الوقت ده بيوصل ابو دماغ مطبقه ولانه رياضي صحته بتكون حلوه وصعب يموت، وبيهجم عليه لكن بينشه طلقه في بطنه، والطلقه الثانيه مش بتيجي فيه وبتكون اخر طلقه قدامه على الارض، والزومبي هجم عليه لكن بياخدها وبيضربه وبيخلص عليه. وتيكو وسوما مبسوطين بيه لانه بطل، قال لهم اقل حاجه عندي ده انا كنت بخلي الزومبي يعمل لي شاي. المفاجاه ان ابو دماغ مطبقه بيكون لسه عايش، وسوزوكي بيعملها على نفسه من الخوف لان السلاح ما فيهوش طلقه. سو قالت له انت اتخضيت ليه؟ ما تقول له يعمل لك شاي بقى. وفجاه بيهجم عليهم لكن سوزوكي بيضربه بظهر السلاح وبيفرتك دماغه، وبعدين بياخدوا عربيه وبيتحركوا لقمه الجبل. اشوفكم الفيلم الجاي.